الحمد لله، الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده نزلا، ونوع لهم أعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا، وجعل ميعاد دخولهم يوم القدوم عليه، وضرب مدة للحياة الفانية دونه أجلا، أودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكملها بدوام نعيمها فأهلها خالدون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. والحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولم يترك عباده هملا غير مأمورين ولا منهيين، فقامت الحجة وانتفت الشبهة وبانت الطريق لمن أراد سلوكها، غير أنه بحكمته زين لهم هذه الدار، فكانت فتنة افتتن بها قوم فغفلوا عما أريد بهم ونسوا دار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر السماوات والأرض وجامع الناس ليوم الميعاد والعرض، ليجزيهم بما عملوا من خير وشر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، بعثه الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وبالمعروف آمرا، وعن المنكر ناهيا، وفرض على العباد طاعته والقيام بحقوقه، وسد جميع الطرق إلى الجنة، فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه، فبلغ رسالة ربه ونصح لعباده حتى لحق بالرفيق الأعلى، وترك أمته على المحجة البيضاء، فسلكه الراغبون في جنات النعيم والفوز بالرضا من رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. سارعوا إلى جنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد، وليس في نعيمها انقطاع ولا تنغيص ولا تنكيد، ساكنوها أفضل عباد الله، الرسل والأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحون والشهداء، إخواناً على سرر متقابلين، قد نزع الله ما في صدورهم من الغل فكانت صفاءً، وطهر الله ألسنتهم من السوء فقالت صواباً، لا يسمعون فيها لغواً ولا تاثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً، يتحدثون بينهم فيما جرى عليهم في الدنيا وما من الله به عليهم من الهدى، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، لهم فيها أزواج مطهرة من كل عيب ودنس، خيرات الأخلاق حسان الوجوه، قاصرات الطرف مقصورات في الخيام، كأنهن الياقوت والمرجان، أنشأهن الله إنشاءً كاملاً بديعاً، فجعلهن أبكاراً دائماً،
عربا يتحببن إلى أزواجهن بتحسين الظاهر والباطن، أترابا على سن واحدة لهم فيها فواكه كثيرة، منها يأكلون قطوف دانية يتناولها من اشتهاها بكل سهولة، قائما أو قاعدا، وعلى كل حال لا مقطوعة ولا ممنوعة. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، يطوف عليهم ولدان مخلدون منعمون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون فيها ولا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، مقدرة بقدر ما يشتهيه الشارب، بحيث لا تزيد على مقدار ما يشتهيه، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يحل الحق سبحانه وتعالى عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ويتجلى لهم فينظرون إليه فلا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تيأسوا أبدا. عباد الله، إن هذه الدار مضمونة لكل من آمن بالله واستقام على أمره، سامعاً مطيعاً راغباً فيما عند الله، زاهداً فيما يبعده عن الله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وعمروا أوقاتكم بذكر الله، لأنه أعظم طريق إلى دخول الجنان والتمتع بالنظر إلى الملك العلام. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي ملائكة يبنون قصورا من لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ثم كفوا عن البناء. فقلت لهم: لما كففتم عن البناء؟ فقالوا: قد تمت نفقتنا. فقلت: ما نفقتكم؟ قالوا: ذكر الله، فإن صاحب هذا القصر كان يذكر الله، فلما كف عن ذكر الله تعالى كففنا عن البناء. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم، وجعل قلوبنا في حضرته إلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيا قلوب أحبابه بأسرار محبته، وحلى نفوس أوليائه بأنوار مودته، وأولاهم ووالاهم بآلاء رحمته، ووقاهم ولقاهم نظرة وسرورا. أحمده وأشكره، هدى من أراد لأقوم طريق، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مانح الهداية والتوفيق، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، سيد أولي التصديق. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله،
هنيئًا لقومٍ امتثلوا أوامر الله في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش، ففازوا بجنةٍ عالية قطوفها دانية، وبذلوا النفائس وقاموا على قدم السداد شكرًا للنعمة الوافية، يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شرُّه مُستطيرًا. قاموا بشكر مولاهم على ما أولاهم، شعارهم التضرع والتذلل، ودِثارهم الخضوع، وأفعالهم الركوع والسجود، يطوون على الجوع الضلوع، ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا. قد شربوا من شراب المراقبة كؤوسًا، وشاهدوا من أنوار المشاهدة شموسًا، وبرزت لهم الدنيا بزينتها عروسًا، فقالوا: إنا نخاف من ربنا يومًا عبوسًا قمطريرًا. ذلك يومٌ شديد، يا له من يومٍ تتحير من عظم أهواله ألباب كل قوم، فوقاهم الله برحمته شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرةً وسرورًا. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ولا حسرة الندامة، يستبشرون بنعمةٍ من الله وفضل، ويتوجون بتاج الكرامة. فما أسعدهم يا عباد الله إذا اخترقوا بفضل مولاهم حجب الأنوار، وفازوا من العزيز الغفار بأحسن الجوار، وأنسوا بمشاهدة الرحمن في جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، تكونوا من الفائزين، وقدموا صالح الأعمال، تحشروا مع المتقين، واسعوا إلى ذكر الله ليقال لكم عند حلول المقام الأمين: إن هذا كان لكم جزاءً، وكان سعيكم مشكورًا. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الذين تحلُّ عليهم رضوانك في جنات النعيم، مع سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل لحظةٍ وحين. فصلوا عباد الله على هذا الرسول النبي الكريم والسيد السند العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى صلى عليه في كلامه القديم، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما تنبيها لنا وتعليما وشريفا لقدر نبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء المميزين بعده بالرعاية والولاية والاصطفاء، ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الستة الباقين من العشرة، وارض اللهم عن من بايعوا نبيك تحت الشجرة، وارض اللهم عن السبطين القمرين النيرين سيدي أبي محمد الحسن وسيدي أبي عبد الله الحسين، وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء، وعن جدتهما خديجة الكبرى، وعن عائشة أم المؤمنين، وعن أزواج الرسول أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم. نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله، توجه بك إلى ربنا في حوائجنا لتقضى. اللهم شفِّح فينا وشفِّح فينا ذاتك عند ذاتك. توجه لك في هذا الوقت المبارك، وفي هذا الزمن المبارك، وفي هذا المكان المبارك، ألا تدع لنا في هذا المقام ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا سائلًا إلا أعطيته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا باب الخير إلا فتحته، ولا باب الشر إلا أغلقته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا ظالمًا إلا خذلته،
ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسافرا إلا أرجعته إلى أهله سالما غانما معافى. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بلطف منك وعافية. اللهم أغثنا يا غيث من غيث، اللهم أغثنا يا من هو الغيث والغيث، اللهم أغثنا، أغثنا غيث القلوب وغيث الحبوب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من الغارقين، وعامنا بفضلك ولا تعامنا بعدلك، وعامنا بإحسانك ولا تعامنا بميزانك، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا، إنك أنت علام غيوب ستار العيوب. اللهم أدم على بلدنا نعمة الأمن والإمام والسلامة والإسلام، واجعلنا من الشاكرين الذاكرين لك أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. فضمن قلته أمرنا، اجعل له البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكر إذا نسي، واجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين سخاء الرخاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهاين المعتدين، اللهم أرنا فيهم عدلك عن قريب، اللهم أرنا فيهم عدلك عن قريب، واجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.